إذن كالعادة، تحية لكل الأحرار والحرات، الناس اللي كنتواصلوا معاهم عبر الأثير، عبر الفيديوهات. درت مجموعة من اللقاءات في ميادين متعددة، ولقيت بأن الناس يعني سو سون دي سبيسياليست، ناس متخصصين في تحليل الشأن الأمريكي. ترامب غي طيروه، غي حيدوه، غي يدير. وهاد الناس هادو ما تيعرفوش كاع هذا الطار هذا، ولا جلس هذا. ولكن انت كمغربي، شنو غيوقع ليك انت، ولا اش غيوقع ليك البلاد ديالك؟ ولا اذا الناس متخصصين في التحليلات، حرب الرئيس الامريكي سيشن حربا عالميه، ويشن حرب على ايران، وكاع كان الناس اللي غيضرب قنابل نوويه. يعني الخيال مفتوح. هو ضرب قنابل، ها هو فنا كاع هذيك الايران، ولا بديك المصانع ديال انتاج الاورانيوم. دابا انتم غير تسالوا ان هاد ترامب هذا منين طلع كان اشتكى، قالها وتلاقى مع الملك ديالكم ثلاثة المرات، ما بغاش يتلاقى معها طروفو. الملك كيمشي لتما والاخر ما كيشوفوش. علاش؟ لانه عطى 12 مليون من فلوسي وفلوسك لكلينتون، هيلاري كلينتون. اوكي، ولكن من بعد كنشوفوه باع ليه الاف 6 والاباتشي والاف 35، ومؤخرا غيعلن قنصلية في الداخل. فاحنا غير كنسولوكم تانتوما اخوتي، مقترحات ديالكم. دابا هذا بقى، راه دار لك قنصلية وقال لك اوك الى بقى. الناس اللي كيقول لك راه سيعلن الحرب، ولا اعلن الحرب غتولي عنده امكانية، ولكن هذه مسائل خاطئة، قراءة خاطئة للدستور الامريكي. ماشي الارض الامريكية تتعرض للاعتداء باش يوقع هاد الحالة هادي، لا، امريكا ستهاجم. والناس اللي كيعرفوا بان في الفيتنام، حرب الفيتنام، اربعات ديال الرؤساء تغيروا، يعني وقعت انتخابات وطار هذا وطلع الاخر، وطار هذا وطلع الاخر، اربعات المرات، رغم انها كانت حرب بمعنى الكلمه. لان في الجانب الاخر كانت روسيا والصين يساندان الفيتنام. ودابا حنا هنا ناس كيعلو بان لا، راه يقدر يعلن الحرب، يضرب ايران وسارت الهضرة، هو يبقى رئيس. اوكي، حنا ناخذو نمشيو معاكم. دابا انا كنسول غير المغاربة، الا بقى هذا رئيس اللي دابا رئيس، او لا طلع لاخر، اشنو هو الفرق عندك انت؟ شنو هو الفرق؟ فين زعما انت، فين زوينه لك انت القضية؟ واش يكون هذا ولا يكون لاخر؟ ما زوين لك فيهم حتى واحد. يا واللي عنده شي زين يوريه لنا. ان ديجا الرئيس بايدن قال لهم على هذا الاعلان ديال القنصليه المغربيه في الداخل، يتحملها الرئيس، اذا ما شغلهمش. وهذا علما بان راه الملك ديالنا بفلوسنا كيعطي لكلينتون 12 مليون وخسرات ميزه على عود مرس، هو يهرسنا معاه. اوكي، ولا فكروا معايا دابا نتوما، هذا هو السؤال اللي كنطرح على الناس وكيتهربوا منه. كلها عندها المراجع ديالها والدستور الامريكي والصطاعات والخوار الخاوي، ولكن كلام معقول ما كاينش، كلام معقول ما كاينش. فينا هي بلاصتك ايها المغربي في هذه الاحداث؟
انا متفق معك، رحت انا معك، كنتبع كنسمع الاخبار وكنشوف ما يقع في امريكا وما يقع في داري وماذا سيقع في داري، هو اللي كيهمني انا. الا نجح هذا ولا طاح هذا، شنو غيتغير عندي انا؟ انتم تجاوبونا العقلاء، عافاكم جاوبونا. بقيتو على ديك سي ان ان وفرنس دو ودوتش فيل، حتى وليتو كتعرفو احسن من مسكر الارض الاولين، كتعرفو وليتو بحال الشوافات كتقرا واش غيوقع. يلا قولوا لنا اش غيوقع دابا، هذيك الارض ديالي اش غيوقع فيها انا؟ اش من تغيير؟ طاح هذا ولا نجح هذا؟ طلعوا يا طلعوا يا طلعوا طلعوا وريونا شنو غيوقع. علاش خصنا نخافو يخسر هذا وعلاش خصنا نفرحو الا طلع هذا؟ تقدروا تقولوها، ما عارفين والو. يا علاش كتفرج في فرنسا دو فرنسا تي في 5 دوك المحللين ديال 5 دراهم كتصنتو الخوا الخاوي؟ أدعكم في رحمتي الوطن، تحية أمازيغية الناس الأمازيغي، سنة أمازيغية 1971 لكل، وسنة ما فيها لا عرقية وكتحتفل انت بوناني بوناني بون سونتي، وهذه راه ديالك ديالك ديال الأرض ديالك. انا كنحييك واخا ما تقبلهاش مني، انا كنحييك وكندعي معاك تكون بخير. تحياتي مانكيشو الخوت، اسمح مشينا بحالنا.